أخبار اليوم. حياتك مقسومة ما بين القرية وما بين القاهرة وما بين فرنسا. شايف احنا وصلنا للدراما المصرية لإيه من الدراما الأوروبية عموما والدراما الفرنسية؟ هقول لك على حاجة، إذا قلت لك إن احنا متفوقين على الدراما الأوروبية صدقني. احنا متفوقين على الدراما الأوروبية لسبب، احنا عندنا في الدراما بنشتغل بتكنيك السينما وبنتعامل على ان المسلسل ده هيتعرض في السينما. وانا في فرنسا في شارع الشانزليزيه العرب كتير، واصل العرب مليان فرنسا، يعني عشان كده انا مش حاسس بغربه، انا حاسس اني قاعد في البلد يعني. فالناس السنه اللي فاتت بقوا الناس يعني ايه، مش يعني ايه دايما الناس يشوفوك بتتفسح فيسيبوك يعني. لا، المره دي كان فيه هجوم جامد، عايزين يشكروك ويشكروا الكاست كله من خلالك على تحت السيطره. فالفرنسويين الاصدقاء بقى اللي ما عارف هناك ايه ده وانت ايه الناس بيشمعنا، فبوريهم برومو للمسلسل، فكان رد فعلهم ايه ده، انتوا بتنافسوا الامريكان، ما لكش بتنافسونا، احنا بننافس المسلسلات الفيلميه بتاعت امريكا، احنا عندنا كتكنيك، عندنا مخرجين موهوبين، عندنا ممثلين، بص الاجيال خلاص بدات تطلع، وعندنا اصلا لو لقيت اي ممثل مصري بيطلع في فيلم اجنبي او مسلسل اجنبي ده شيء عادي على فكره، الدنيا بقت قد كده وخلاص. ما انت عندك، ما انا في فرنسا 50% من نجوم فرنسا عرب، ومطربينها والمودلز اللي فيها عرب، شيء عادي جدا خالص، معاك لغه انت ممكن تجيب العالم كله على النت خلاص. فبقى ما يعني ما عدتش بالنسبه لنا لك العالمي وانه كده الموضوع خلاص سهل، مش مبهر انك فلان بيمثل بره، ده شيء عادي. واعتقد ان عندنا يطلع عندنا مصر سهل جدا تبقى هي اللي عندها الممثلين عرب على مستوى العالم.